متتبعات متتبعي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر من قنينصر إقليم الناظور، قمة المعاناة، قمة الفقر والعذاب طبعا اللي كتعيشها هذه الأم المكلومة المريضة بالمرض الخبيث مرض السرطان. طبعا كيف ما قالت بعت كل شيء باش تداوي راسها باش تعيش باش تعيش ولادها، قالت بأنه مازال باغية تعيش وما بغاتش تموت تخلي ولادها يتامى. هذا البث المباشر على قناة شوف تي في كنطالبوا المحسنين والجمعيات والمسؤولين يشوفوا من حال هذا المرضى، هذا مرضى السرطان راه كيعانيو كثرة، دائما كيتنقلوا وجدة فاس الرباط، وجدة فاس الرباط، لأن لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم. سلام خوتي خواتاتي، كي دايرين لاباس؟ نطلب منكم تعاونوني يا خوتي، راني كنعاني بزاف ها المرض ها القهرة ها الجوع. نطلب منكم تعاونوني، شوفوا من حالتي، عندي 3 الوليدات، انا بغيت نفرح بيهم ونشوفهم. فرعت جيت من وجدة، درت العملية على التحاليل، تخطيط القلب، وانا ما عنديش اخوتي، ما عنديش، بعت تلفازتي، بعت فراشي، بعت كل شي، بعته الماري، وما عنديش، كندير حوايجي على غير كيف الارض. اطلب اخوتي خواتاتي تعاونوني، يشوفوا من حالتي المحسنين، جزاكم الله خيرا. انا كنتعذب، نفكر بالمرض ديالي، نفكر في العيش ديالي، وانا نفكر في وليداتي، عييت عييت بزاف، عييت بزاف، ما عنديش، ما عنديش باش نداوى، ما عندي لا حنين لا رحيم، ما عنديش اللي يشوف من حالتي، والو عييت. لا يعطيك شي حاجة اليوم ما يعطيكش غدا، وعييت وسوفرت بزاف. والمرض المرض كياكل فيا، وانا كنفكر كيف نعيش نولادي، كيف نداوى، كيف نتجارى، تعرفوا المصاريف، هاد المرض كيدي بزاف المصاريف، خصني ديما نمشي لوجدة. دابا عطاوني 15 يوم خصني نرجع، خصني نكون درت سكانير، كنت درت كل شي، وانا ما عنديش اخوتي، ما عنديش باش نداوى. الله يجازيكم بخير المحسنين، واللي شافني يشوف من حالتي، يشوف من حالتي، يشوف من حالتي، وانا الحمد لله رضيت بهاد المرض هذا، الحمد لله عند الله عطاه لي، الحمد لله، مشى فيه المصاريف والتكاليف اخوتي، انا ما قادرش عليهم، ما قادرش عليهم بزاف. فانا شي عام وانا كنعاني بهذا المرض هذا، ماشي ما كنتش عارفه، قال هاد الشهرين هادي وصافي، ومرضت وصافي، بقيت كنطيح صافي، ما كنوضش. ايوا فاش مشيت دوز الطبيب قال لي خصك ديري سكانر الكبير، ديري باش تشوفي راسك. فاش درت صافي خرجوا لي تحاليل سلبيه، ايوا صافي، مشيت لوجده، طوني تما، درت العمليه، درتها في رمضان، دوزت رمضان في تما وجده في المزواريه. ايوا دابا عاد يلا، عاد شي 3 ايام قبل العيد باش رجعت عند وليداتي، عيدت معاهم، والبارح رجعت عاود وعطاوني الدواء، عطاوني هاد السكانير هذا، قالوا لي ديريه، عطاوني شريحة القلب نديرو، وهادو شي تحاليل خصني نديرهم. وانا خويا ما عنديش، ما عنديش تا باش نمشي لوجدة، ما عنديش باش نتجار، ما عندي تا باش نركب، ما عنديش اخويا، ما عنديش،
عندي غير الله سبحانه وتعالى، عندي غير الله. بغيت غير يشوفهم حالتي، انا نحس عندي شي واحد اللي وقف معايا، انا قاطعة الامل كاع، كنقول ما عندي حد، عندي غير الله سبحانه وتعالى. بغيت يشوفهم من حالتي، هادشي اللي بغيت، بغيت ربي يحن عليهم يشوفهم من حالتي، هادشي اللي بغيت. انا بغيت نفرح يكون عندي شي واحد اللي يعاونني ويساندني، هادشي اللي بغيت اخويا، ما بغيت والو. انا الدار عندي غير مرات ساكنة معايا، دار وحده وكوزينة وحده، المهم ها البيت اللي عندي، الفراش اللي كان عندي بعته صافي. الله لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين. الله عفو، أحب العفو فاعف عني. دابا غادي يعطيوني الشيميو نديرو، باش غندير هاد السكانيرات وهاد الشي، غادي يعطيوني الشيميو نديرو، بغاو يعرفو زعما فين وصل هاد المرض ديالي. واخا حيد التدي ديالي، شكو فيا بالله، مشى ليا السر ديالي، الرية ديالي. ضروري ديري هاد السكانيرات وترجعي باش نشوفو العلاج اللي غادي نديرو معاك. عطاوني نهار 23 شهر 5، نرجع نهار 23 شهر 5 نرجع. غندير انا نهار 23 شهر 5 نرجع، وما عنديش باش ندير هادشي. صافي تحطمت، سلمت صافي. واتي يقراو، راهم في المدرسة، راهم في المدرسة. هادشي اللي كان طالب خوتي، شوفوهم يشوفوا الحال. هادشي اللي كان طالب، عانيت بزاف صافي، عييت هديت. تفضل منهم يشوفوا من حالتي ويحسوا بيا، انا كنت عذب بزاف. قلتي لولادي مسكين، ولدي البارح جا عندي قلت متكيه، جيت موجده، بس لي هنا عنده 6 سنين، قال لي يا ماما فوقاش تبراي وتنوضي ديري ليا ما ناكل، يقول لي فوقاش تبراي وتنوضي ديري ليا ما ناكل. وان شاء الله ولدي، ان شاء الله نوض ندير كل شيء. اقول لك هادشي اللي كاين، اللي في قلبي راني قلتو، كان عيط لهم ما كيهزوش عليا والو، كان عيط لهم غير في التليفون. مشيت عند حد، ما مشيت عند حد، ما ورى لي حد فين نمشي. عندي التليفونات ديالهم، كان عيط لهم ما كيجاوبونيش، ما كيردوش عليا. اللي كاين ما عندي حتى شي جمعية اللي راه مسانداني، نقول الصراحة عندي غير الله سبحانه وتعالى، هو اللي يجيب شي تاويل تاع الخير. ها واه السكانيرات، تحاليل القلب ما عنديش باش نديرهم، بعت حوايجي بعت كلشي، عندي ما نبيع الدار ماشي ديالي باش نبيعها، قبل الناس وصافي. اشهر ما بقيت غيخرجوني منها، الرقم ديالي هو 07 11 02 91 19. اخوتي شوفي من حالي، النمره ديالي 07 11 02 91 19.
07 11 02 91 19. إذن متتبعات متتبعي قناة شوف تي في، كيف ما كتسمعوا، هاد الأم المكلومة عايشة في قمة الفقر والعذاب، عايشة مقهورة ومريضة بمرض السرطان، الله يشافيها والله يشافي جميع مرضى المسلمين يا رب.